مرحبا، هذه أنا وهذه همستي عن سيرتي هيلين كيلر. يتحدث هذا الكتاب الذي أشاركه معكم عن هيلين كيلر، تلك الفتاة المكفوفة والصماء. عاشت هيلين حياة عادية مع والدها في بيت صغير جدا، وكانت فتاة فضولية تحاول أن تقلد كل شيء تراه ويفعله الآخرون. ولكن ذات يوم في شهر فبراير الكئيب سنة 1882، وقبل أن تكمل عامها الثاني، أصابها مرض أغلق عينيها وصم أذنيها وغرقت في حالة من الغيبوبة. وبعد فترة زايلها المرض، ولكن آثاره اللعينة استمرت معها طوال حياتها. بدأت هيلين تتعود على السكون والصم شيئا فشيئا، فكانت تتحسس كل شيء بيديها، تتعرف على الأشياء بطريقتها الخاصة، حتى قرر والدها إرسالها إلى مدرسة خاصة بالصم والبكم إلى مدينة نيويورك. فما الذي حققته هناك يا ترى؟ وما الذي كان ينتظرها هناك؟ أدعوكم لقراءة الكتاب، وأدعوكم كذلك لتقرأوا بنهم، فمن يقرأ بحق لا يشبع.